Chambers again. Brilliant from Sadio Mane. Brilliant from Sadio Mane! التنافس جزء أصيل من الرياضة، مفيش رياضي مش عايز يكسب، مفيش لاعب مش عايز يكون الأفضل. رغم كده لازم كل واحد فيكم يعرف إن منافسه مش موجود عشان يأذيه، لكن عشان يخليه أحسن. أنا فاهم إن الندية بينكم وصلت أقصاها في الجوائز الفردية وفي المنتخبات، لكن أنتوا محتاجين تقفوا لحظة وتبصوا لنفسكم. أنتوا مدركين لأي درجة وصلت أسطوريتكم؟ انتوا مش مجرد اتنين بيتصارعوا على لقب هداف او ضربة جزاء او انفراد قدام الجول، انتوا ملوك متوجين في بلادكم. واحد خد مصر لكاس العالم بعد غياب 28 سنة، والتاني جاب للسنغال كاس عمرها ما كسبته طول تاريخها. اقرص على نفسك واتمنى انك تعدي منافسك، لكن كمان افتكر هو قدم ايه لبلده وازاي رفع علامها في محافل عالمية محدش كان يقدر يوصل لها. انتوا فخر القارة افريقيا، فخر لينا احنا في ليفربول، وفخر لعائلتكم وقريتكم بالمستحيل اللي قدرتوا تحققوه. كان نفسي اشوفكم انتوا الاتنين بتلعبوا كاس العالم، لكن عزائي الوحيد انكم هتقتلوا لاخر نفس وذره عرق عشان تحققوا الحلم ده لشعوبكم. معرفش مين هيرجع اخر الشهر كسبان ومين خسران، لكن اللي اعرفه انكم الاتنين هترجعوا ايديكم في ايد بعض عشان تكملوا مجد ليفربول.